Hello, hope all is well. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة منهج Grade 3 Connect. أوكي؟ مع بعض كده يلا نشوف زي ما قلنا بنشتغل من كتاب الباهر. يلا نبدأ مع بعض Unit 4. I love my home. I love my home يعني أنا بحب منزلي. تعالوا كده نشوف الفوكابس. أول حاجة بيقولك هنتعرف على things in the living room. things in the living room يعني حاجات موجودة في غرفة المعيشة. أول حاجة عندنا television. 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 number two armchair. armchair. وعندنا table. 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 وعندنا cupboard. cupboard. أوكي. وعندنا couch اللي هي الكنبة. couch. couch. وعندنا ساعة الحائط اسمها clock clock clock. وعندنا خزانة الكتب اسمها bookcase bookcase bookcase. وعندنا الكرسي اسمه chair chair chair. وعندنا الأباجورة اسمها lamp lamp. اوكي يلا نشوف مع بعض كده. لو انا عايز اسأل حد اقول له ايه الحاجات اللي موجودة في living room هقول له what is in your living room. What is in your living room? يعني إيه الحاجات الموجودة في غرفة المعيشة بتاعتك؟ هتقولي there is a table, there is an armchair, and so on. هتشوف بقى عندك إيه اللي موجود وتحطه. Lesson 1, number 2 اللي هو يعتبر عندنا part 2. Prepositions of place يعني حروف الجر الموجودة في المكان اللي احنا ممكن نستخدمها. عندنا كلمة between ما بين between. وعندنا كلمة next to next to. وعندنا behind behind. وعندنا on on يعني على. زي ما انا اقول لك مثلا what is in the living room هتقولي there is a lamp on the table there is a lamp on the table there is a lamp on the table. يعني في أباجورة على الترابيزة. او ممكن تقولي there is an armchair next to the cupboard يعني في كرسي كده اللي هو بدراعين جنب الدولاب. اوكي نشوف بقى lesson 2 بيتكلم عن ايه. chores chores يعني ايه مس chores؟ الاعمال المنزليه. الاعمال المنزليه بيتكلم زي مثلا I feed the cat. I feed the cat يعني انا باكل القطه. I make my bed. I make my bed يعني برتب السرير بتاعي. I set the table يعني بجهز المائده. I set the table. I cut the vegetables بقطع الخضار. I cut the vegetables. وعندنا I sweep the floor. I sweep the floor يعني بكنس الأرضية. Lesson 3 هو تقيل شوية ولكن لازم نعرف. بيتكلم شوية عن الماث. أوكي عندنا عملية الاسم اسمها division. division. وعندنا مقسوم على divided by. divided by. وعندنا الجمع اسمه adding. 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 وعندنا يساوي equal. equal. وعندنا مضروب في times. times. وعندنا المصفوفة اسمها array array. اوكي وعملية الضرب اسمها multiplication multiplication. انا ماليش في الماث قوي ولكن لازم نذاكر الدروس الموجودة عندنا في اليونت. طبعا هنا جايب لنا بقى شوية عمليات ضرب كده. نشوف بقى my favorite part اللي هو الفونكس. نشوف بقى الحاجات الحلوة دي. الفونكس بيقولك ان AIR ماشي makes the sound of A A for hair hair air air hair chair chair pair pair. وعندنا ال e a r ear for ear ear. وعندنا beard اللي هي اللحية beard beard. writing test اللي هو المهارات اللي احنا نتعلمها من خلال ال units. عندنا بقى الكومة بيقولك الفاصلة السفلة دي بيقولك when we write a list we use a comma يعني عندما نكتب قائمة ماشي تنتمي لنفس المجموعة بنحط comma. زي مثلا انا بتكلم دلوقتي على الحاجات اللي هي موجودة في غرفة المعيشة. قلت ايه كنبة وتسريحة ودولاب وكرسي والكلام ده. قلت مثلا ايه table comma couch comma and an armchair وبعد كده نكمل عادي. يبقى احنا لو بنقول نفس الحاجات او سوري مجموعة من حاجات مختلفة بنحط كما كما كما. نشوف lesson 5 بيتكلم على things made of metal.
حاجات اللي هي مصنوعه من المعدن زي كلمه spoon معلقه spoon. وعندنا اللمبه اسمها lamp او الاباجوره، وعندنا المسامير اسمها nails، وعندنا المشبك اسمه paper clip مشبك الورق، وعندنا الدراجه اسمها bike، وعندنا السكينه اسمها knife، وعندنا المسطره اسمها ruler. نشوف مع بعض lesson 6 بيتكلم على natural resources الموارد الطبيعيه. نشوف كده، زي الرمل اسمه sand، والزجاج اسمه glass، وعندنا مواد كيميائيه اسمها chemicals، وعندنا يشكل shape، والسائل اسمه liquid. بس reading طبعا مهم جدا، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، نقراه لان هو مهم جدا. And that's it for unit 4. Okay, thank you for watching. Bye.